اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من Elder Ring. بهاي الحلقه عندنا قتال ويا الزعيم Death Right Bird منطقه كيلت تكونه باكثر من مكان. هذا الزعيم تمام. طبعا الزعيم ضعيف كلش ضد الهولي فاستخدموا كل السبيل والسلاح مال هولي. انا مستخدم هذا السلاح مال هولي. واذا هذا اول نيو جيم لكم اكو اشر فور تخلوها للسلاح يدكم مال هولي تطلق مثل النصر مال هولي يكون قوي كلش ضده. هو هم ضعيف ضد السترايك يعني المطارق ماكو هم يكون ضعيف ضدها. ونقطة ضعفها هم الكبيرة تعطيكم بعد دمج أقوى الراسة. من تصيبوا الراسة بالهولي راح يصير دمج كلش عالي. باو سرج قد دمجنا استخدمنا الهولي مال هذا السلاح مالتي اللي ناخذه من الالدن بيست. طبعا هذا زعيم يستخدم عليكم ضربات الماجيك فقوى دفاعكم ضد الماجيك بالتالسمان أو بالسبيل. اكو ايتم هم يقويكم دفاع مال الماجيك. باقي دمجنا بالسبيل مال هولي بس هو افضل شيء اذا تريد تقتلوه بسرعه بالسلاح مال هولي. واو قلينا عليه بعد قد دمجه قلينا عليه بسرعه. هسه يعطيكم سلاح الديث بوكر. تمام اصدقائي هنا وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تنسون الاشتراك بالقناه ودعمي باللايكات.